70 70 70 ايامنا الله 20 ابو عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ان الحياه هذه مدرسه، وكل يقطف من هذه المدرسه حسب فكره ونضوجه وعقله، لكن هذه الحياه محكومه، ليست فلت، محكومه بكتاب الله وسنه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن جعل نصب عينيه وعقله ان يحكم جميع اموره وحياته بكتاب الله وسنة رسوله ينجى ويسعد في الدنيا والآخرة. فلا شك أن العلم والتعلم أحد أسباب السعادة. إذا تعلم الإنسان علما ينفع، علما شرعيا أو علما دنيويا، لكنه مقرون بالإيمان وبالتقى وبالورع، بالشرعي دنيوي مع شرعي، بمعنى أنه يعلم أمور دينه كاملة وأمور شرعه كامل، ماذا عليه أن يفعل وماذا عليه أن يترك، وأيضا يعمل بدنياه وفق هذا المنهج، عنده منهج يعمل في هذه الدنيا وفق هذا المنهج، سيسعد هذا الإنسان في الدنيا والآخرة، لأنه في دنياه يحكم الشريعة، أخذ هذا أبيع هذا أطلب هذا أمتنع عن هذا، الذي يمنعه هو كتاب الله في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل في الربا، لا يعمل في غش الناس، وبالتالي يبارك الله له في ماله وفي عمله ويسعد. وهذه هي زبدة الحياة. نحن كأمة مسلمة مرتبطين بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لنا حياد عنها، من حاد عنها زل عن الطريق وبالتالي يضيع. فكثير نراه مثلا في هذه الحياة الذين زلوا عن الطريق، ما هي حياتهم؟ قد يكون وجد مادة أو أعطي مادة وأترف بهذه المادة، لكن لو درست حياته لوجدته في شقاء، يعاني إلى مرين، نفسيا وجسديا وعائليا واجتماعيا، وإن أظهر للناس أنه في سعادة. نعم. لماذا؟ لأنه ينقصه الإيمان العميق المتوكل على الله سبحانه وتعالى، الآخذ بأسباب الوصول إلى جنات النعيم وإلى عمارة هذه الدنيا عمارة وفق منهج الله سبحانه وتعالى. فهو يسعد ويجد له المال، يأتيه المال من حيث لا يعلم ولا يدري، وإنما يصب الله عليه الرزق صبا. لماذا؟ لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى فيما أمر، واجتنب ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتنب ما نهى عنه وزاجر، وبالتالي سار في طريق حياته مؤديا صلواته، مؤديا حقوق أهل بيته، مؤديا حقوق والديه، مؤديا حقوق أبنائه وبناته، جيرانه وأهل حيه والمسلمين عامة. تجده منارة خير وعلم هدى يدل الناس على الخير، ويأتيه الخير من كل مكان ومن كل طريق. الثاني الآخر نقيض هذا، وهذا موجودين في الدنيا، فيه واحد سعيد والثاني شقي، واشكاه الله سبحانه وتعالى مجتنبا ما أمر الله به، آتيا ما يحببه الشيطان إليه. هذا الإنسان حياته في شقاء في الدنيا، والشقاء أعظم في الآخرة إذا لم يتب ويرجع عن هذا الغي وهذا الفساد. فهذه الدنيا كفتي ميزان بين حياة الدنيا وحياتك بعد الممات، فأوزنها وتسعد بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أطاع الله سبحانه وتعالى والتزم سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وصلى الله على نبينا محمد. آمين. يا أبو عبد الله، الله يطول في عمرك يا أبو محمد، أنت أستاذ المتابعين.